السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي الطلبة في هذا الفيديو العاجل اللي يخص يعني القرار الأخير 10/23 متعلق بمراجعة قوانين كثيرة من حيث يعني الانتقال من سنة إلى سنة من حيث الرصيد وغيرها من الأمور. المهم، الخبر الأكيد والرئيسي أنه في سبتمبر إن شاء الله القادم راح المداولات يعني كل راح تعاود سبتمبر هذا إن شاء الله، كل الأقسام لكل الشعب راح تعاود مداولات تاعها بناء على يعني هذه المراسلة والقرار الوزاري تاع 25 جويلية 2023 من أجل يعني إلغاء ما كان معمول به يعني قرار تاع فيفري الماضي وتفعيل هذا القرار إن شاء الله في سبتمبر. يعني كل راح يتعاود معدلات مداولات وهذه الامور كلها في صالح الطالب، يعني الطالب راح يكون عنده هناك قابليه اكثر سهوله اكبر للانتقال من سنه الى سنه من خلال هذا القرار الجديد نتاع 25 جوي 2023. شوفوا الطالب واش كاين فيه هنا القرار هذا، نحاول نقلوا بعضنا. هذه كلها مقتضى قرار مقتضى 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 ما تعرف شيء. هنا قال لك هذه كل الحوايج تاع عاديه. هنا قال لك شوف مادة 13 ينظم التكوين للحصول على شهادة ليسانس شهادة الماستر بشكل سداسيات. نظم التكوين للحصول على شهادة ليسانس في 3 سنوات، لأنه قبل كانوا قالوا أنه راح يديروا ليسانس 4 سنوات، الآن السبب لهذا القرار راهي ألغيت ليسانس 3 سنوات، ما كانش تديع مشترك ومن بعد 3 زون تاع ليسانس، دوكا عاد 3 سنوات ليسانس سما كيما كانت قبل، خلاوها سداسيات. نظم تكوين كذلك حصول على الماستر في الجامعات والمراكز الجامعية في 2 سنين، يعني كالعادة 4 سداسيات، لأن كنت قبل هنا قرار داروه قبل في الندوة الجهوية باش يديروا ليسونس 4 سنوات، الآن حسب القرار هذا راهو ألغاه ورجعنا كما كنا قبل ليسونس 3 زون في الألم دي والماستر في 2 عامين. نظم التكوين الحصول على شهادة الماستر في المدرسة العليا 3 سنوات 6 سداسيات، مليح نفس الشيء. الآن شوفوا هنا يا ترى نظم التكوين للحصول على شهادة الماستر في المدارس العليا، المهم هذه أمور تخص المدارس العليا. نحوسوا هنا على المواد المتعلقة بالانتقال من السنة الأولى الثانية الثانية الثالثة الماستر أ ماستر دو وهكذا. دوك نلقاو هنايا هذه حوايج كل معروفة من قبل مألوفة ومعروفة. هاو هنا ها المادة 52 يسمح الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التكوين لنيل شهادة ليسانس للطالب الذي إما اكتسب السداسيين الأولين سنة أولى صار التكوين بمجموع 60، هذا مضمنها مضمنها طلع سنة ثانية مضمنها بدون يعني رصيد تاعو راهو مضمنها ومفرميها سواء عن طريق التعويض أو دون تعويض، اللي عنده 60 كريدي سما راهو مضمنها طلع سنة ثانية. الآن الحالة الثانية اللي ما كانتش كاينة قبل وهي جديدة، إذا اكتسب الطالب 30 رصيد يعني بين سداسيين 30 رصيد فقط في العام كومبلي، يعني متوازن بين سداسيين على الأقل بين سداسيين، في هذه الحالة ينتقل الطالب بديون، يعني ينتقل دوزيام اني والمواد تحت 10 ينتقل معاهم ينتقلوا معاه بدين ويقراهم كديون كديون. ثم الآن الانتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة من التكوين شهادة ليسانس إذا كان طالب اكتسب سداسيات 4 يعني يحسبوا له الرصيد تاع السنة الأولى والثانية السداسي الأول والثاني والثالث والرابع مع بعضهم يكون المجموع نتاعهم 120 رصيدا سواء عن طريق التعويض أو دون التعويض، يعني مطلع بالتعويض بدون تعويض هذا راه مضمنها كذلك، يعني طالع على السنة بإذن الله الثالثة مضمنها. الحاجة الجديدة هنا للسنة هي أنه حتى ولو عنده 90 رصيد في سداسي الأول والثاني والثالث والرابع يعني سنة بالسنة الأولى والسنة الثانية فقط عنده رصيد 90 في هذه الأربع سداسيات كذلك ينتقل السنة الثالثة ويكون عنده دين يعني بديون، يعني المواد اللي ما جابش فيها 10 في سنة نتاعو الفارطة
يطلع مع السنة الثالثة يقراهم كديون، ها يقراهم كديون. سمى هنايا هذه يعني مساعدة كبيرة للطلبة أنه ينتقل. الآن شوفوا دوزيام تروازيام، يمكن الطالب الذي اكتسب 120 رصيدا خلال 5 سنوات في مسار التكوين استفادة ثنائية من تسجيل سنة سادسة إضافية. يعني ممكن يقصد بها هذه هنايا الطالب مثلا يحب يكون يدوبل ولا حاجة، عنده الحق في عام آخر، ها يعني عام آخر يقرأ فيه دوبل فيه. في حالة الإخفاق بعد التسجيل السادس يستفيد الطالب من تسجيل الأكاديمية حيث تسمح له بتجسيدات امتحانات مواد متسببة فقط. المهم خلينا من هذه، وين كنا قبيلة؟ سنة ثانية، سنة ثالثة. يسمح الآن للمدرستين الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من التكوين لأن شهادة الماستر، هنا جينا الماستر دوك، الماستر السنة الأولى إلى السنة الثانية من التكوين شهادة الماستر، يعني من ماستر أن ماستر دو، يطلع ماستر دو للطالب الذي اكتسب السداسيين الأولين لمصر التكوين بمجموع 60 رصيدا عن طريق التعويض أو دون تعويض. يعني في الماستر أن سداسيين لازمك تجيب سداسيين تحصل عليهم برصيد 60، طالع دوفيس يعني طالع مضمون، طالع مضمون. أما الطالب اللي انتقل بديون من السنة الأولى إلى السنة الثانية ماستر، يعني يقدر يطلع السنة الثانية ماستر يقول عنده ديون، لكن لازم رصيد يكون عنده 45 على الأقل. يعني يطلع من السنة الأولى ماستر، السنة الثانية ماستر، لازم إذا طلع بديون يكون عنده رصيد على الأقل 45، تحت 45 ما يطلعش، 45 يطلع بديون. هذه تحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة مواصلة الدراسات في التخصص. كاين وحدة تعليمية ممكن الأساس يقضي بها هنايا، لازم يجيبها هنايا، بخلاف السنة الأولى والسنة الثانية. يعني يقول لك حتى كون ما طلعش الأساسية ما دام جاب الرصيد، يعني اللي حكينا عليه قبل السنة الأولى، قلنا السنة الأولى 30 والسنة الثانية طلع الثالثة 90، حتى مفروض انه ما عندوش وما جابش يعني المعدل في المواد الأساسية، الوحدة الأساسية، ينتقل ما دام عنده هذا الرصيد. هذا الرصيد هنايا لا، في الماستر لا، لازم يكون حاصل على الوحدات التعليمية المشروطة، المفروض تكون الأساسية في التكوين هذه. ومن بعد تكتسب السنة الثانية من التكوين دون تعويض من بين السداسيين الثالث والرابع. يعني في ماستر دو ما كانش ما يعوضش بعضهم السداسيين، كل سداسي وحده. لو ماستر السداسي الاول في ماستر دو لازم يجيب فيه معدله رصيد وحده، والثاني كذلك لازم معدله رصيد وحده في الماستر دو. ومن بعد يقول لك اذا كان اخفق في الدورة العادية فوت لاتراباج. طالب من المستوى تعود من المعتبر من المستوى. هنا قال لك في حالة الإخفاق في الدورة العادية يمكن للطالب مشاركة في الدورة الاستدراكية بالنسبة لاختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة. يعني المواد ما طلعهمش يقدر يخش فيهم في الأتراباج يبين. هذه في هذه الحالة الطالب المواد طلعها راه مطلعها مكتسبها، ولكن يخش يعقب يعني المواد اللي ماهوش مطلعها سبب. هنا يا حوايج معاودة تاع العلاج حساب معدل، عندنا فيديو فيها تعملوا تروحوا راجعوه. هنا قال لك مادة 62 في حالة عدم اكتساب 120 رصيدا خلال 3 سنوات من التكوين في الماستر، يعني الماستر ان السداسي الاول والثاني، الماستر دو السداسي الاول تاع الماستر دو، هذا 3 سداسيات، لازم يجيب 120 باش يعني نورمالمون يفوت السداسي الثالث ويكمل الموار تاعو. لكن في حالة انه ما جابش هذا الرصيد هذا يعني خلال 3 سنوات من التكوين في الماستر، يستفيد الطالب من تسجيل اكاديمي حيث تسمح له باجتياز في حالة عدم 29 سنوات من التكوين في الماستر.
ما ينقص بها اذا كان عاود مثلا ماستر دو عاودها، ولكن مع ذلك من الماستر ان ودو ما جابش 120 مثل ما جابش، هاي كيما هكا مرات كيما هكا كيعود عاود العام في الماستر دو مثلا والحق عليه السمستر الاول، حسبوا له السمستر الاول والثاني تاع الماستر ان والسمستر الاول تاع الماستر دو اللي بداو بالها، لكن لحد الان ما لحقش 120. يقول لك هنا الطالب يعني ما يطردش من الدراسه، ولكن يبقى التسجيل تاعو ماشي اكاديميا ماشي، اه ويعقب امتحانات المواد غير المكتسبه فقط، اه وعنده القابليه كذلك انه يعني يناقش مذكره نتاعو، يعني يدير مذكره نتاعو. هاك معايا تقرا تشوفوا فما نكون افضل مني. هذه في حاله عدم اكتساب 120 راشدا خلال 3 سنوات من التكوين في الماستر، يستفيد الطالب من التسجيل الاكاديمي حيث يسمح له باجتياز امتحانات المواد المكتسبه فقط، يسمح له ايضا بمناقشه مذكره التخرج. اذا هذه هي يعني اهم القرارات في هذا الديسيزيون، هذه المراسله وهذا القرار الوزاري. الانتقاد من الاولى الثانيه يعني 30 رصيد في العام كومبلي طلعك، ومن الثانيه للثالثه 90 رصيد، قلنا 90 رصيد المفروض انها 90، ايه 90 رصيد نشوفو ترى هنايا، هي على الاقل طلعك من الثانية الثالثة ولو حتى بدون مواد اساسية، ها هذه الوحدة الاساسية ما طلعت فيها مليح تطلع مادام عندك رصيد 90. الماستر على الاقل 120، لا يقول لك 120 هذا ضمنها، ويقول لك مثلا تشوف الماستر، المهم 120 مضمونة. خمسة وربعين، اي 45 الماستر، الماستر دو على الاقل 45، اه ولكن هنا لازم يجيب يعني الوحدات المشروط عليه، الاساسية المشروط عليه. هذا خاوتي اهم يعني ما جاء في هذه المراسلة ويعني ومنبثقة عنها ونتائجها. كما قلنا ان شاء الله في سبتمبر ترقبوا انه راح تكون هناك مداولات جديدة وحسابات جديدة، وراح يزيد عدد الطلبة المنتقلين من سنة إلى سنة. يعطيكم الصحة وشكرا وبارك الله فيكم.